بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعي قناة تربية النحل في المغرب مرحبا بكم الى شريط جديد على قناتنا الهادفة لتعليم تربية النحل وإنتاج العسل أما أنت عزيزي المشاهد إذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا لا تنسى دعمنا بإشتراكك فهذا المحتوى يستحق الدعم اليوم ان شاء الله سنقوم بمشاركتكم طريقه تحضير المحلول السكري المركز لتغذيه وتجييش خلايا النحل الضعيفه او قسمات النحل الجديده وكذلك طرود النحل طريقه تحضير المحلول السكري المركز بسيطه جدا وكلمه مركز تعني تساوي كميه الماء مع كميه السكر مثلا نحن قمنا بوزن خمسه وعشرون كيلوغرام من السكر سنضع مقابلها خمسه وعشرون لترا من الماء وللإشارة نحن نفضل استعمال الماء الساخن لتفادي بعض الشوائب التي توجد في الماء أو السكر بعد كل هذه الإشارات سنتجه إلى تحضير المحلول السكري المركز العملية بسيطة جدا ولا تتطلب جهدا تحتاج فقط إلى السكر والماء والليمون الحامض ونسبة من القرفة أولا الليمون الحامض يحفز النحل وينشط الملك على وضع البيض الجديد وكذلك يعتبر مضاد حيوي طبيعي ويساعد في عدم تخمر المحلول السكري ثانيا القرفة تساهم في إعطاء أو إضافة ذوق جميل للمحلول وكذلك تساعد النحل على تجنب الإصابة بالإسهال كما تتابعون في الصورة قمنا بوضع 25 لترا من الماء الساخن في القنينة الكبيرة وأضفنا لها 25 كيلوغراما من السكر وسنضيف الليمون الحامض بهذه الطريقه كما تشاهدون بعدها سنضيف كميه من القرفه حوالي ملعقتين او ثلاثه للمحلول ونقوم بتحريك وخلط المقادير جيدا حتى يذوب السكر جيدا ولا يبقى متكدسا في الاسفل بعدها سنتجه ان شاء الله الى المنحل لتقديم هذا المحلول لخلايا النحل اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مامن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا واصلح شؤوننا يا رب نسالك ان تؤوينا الى شديد ركنك بسم الله بعد تحريك وخلط المحلول السكري جيدا اتجهنا الى المنحل لتقديم المحلول لخلايا النحل التي تحتاج الى التغذيه طريقه تقديم المحلول السكري لخلايا النحل ايضا بسيطه جدا افتح الخليه من الجانب الذي توجد فيه الغدايه اسكب المحلول بعنايه والثبات في الغدايه بهذه الطريقه كما تتابعون لتفادي هجوم خلايا النحل على بعضها البعض